بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا اليوم التواجد مع هيئة تنمية المجتمع في دبي في هذه المبادرة الرائعة التي تقام للسنة الثانية على التوالي سحورهم علينا. هذه المبادرة الخيرة التي تقوم على توزيع أكثر من 9000 وجبة سحور عبر السنتين الماضيات ومستمرين كذلك بمعدل يومي من مئات الوجبات التي توزع كوجبة السحور للمستفيدين من هذه الوجبة. يشكرون كل القائمين على هذه المبادرة، وكذلك لا ننسى دور المتطوعين في هذه المبادرة الخيرة. شكراً.